صباح الخير. صح النوم. لروايتي انا دقيت عليك كتير ما رديتي. زهر طولت السهرة امبارح. هي طولت السهرة 11 بالكتير كنت غاشي. 11؟ هيك شي. يمكن ما كنت منتبهة على الوقت. شي ساعة واحدة انا فت نمت كنت انت بعدك سهرانة. وشو عرفك؟ كأني سمعتك عم تحكي على التليفون. لا ما كنت عم بحكي على التليفون، كنت مدورة الراديو على صوت واطي. بعدين يا بنت انت شو قصتك؟ ما تكوني عم تتجسسي علي ولي؟ ليش عم تعملي شي بيستاهل التجسس؟ دخلك ليه بحس كل الوقت انك عم بتحققي معي؟ لا مش عم بحقق بس متفاجئة. من شو؟ امبارح قلتي لي انك عم تعملي تشات مع البابا. بس فتت وقتي حكيت معه شوي على سكايب. قال لي انه صار لكم شي يومين ثلاثة ما حكيتوا مع بعض. ما تكوني عم بتشكي فيي يا بنت. لا ما عم بشك. وشو لكي؟ مستغربة شوي. طيب عملي حسابك معزومين على الغدا عند التيتا، جربي امرقي. إذا بقول لك ما نمت لهلا بتصدقيني؟ صاير عم استنى الصبح لحتى تفيقي واحكي معك. قد ما انتظرتك تيجي مع الصبح صرت حسك انت الصبح تبعي. صباح الخير. عمري شو حلو هالحكي.